ولأول مرة تم عمل عملية غلق تمدد شرياني أمام أكتر من 600 طبيب وجراح. الحقيقة أن اللي حصل ده، الفريق ده من جامعة المنصورة، اللي حصل في المؤتمر ده يضاهي أكبر المؤتمرات الطبية وأكبر التجمعات الطبية. اللي حصل ده في جامعة عين شمس من فريق أطباء المنصورة، الحقيقة كان the talk of the town، كان حديث المدينة بالنسبة للأطباء، بالنسبة للأطباء والجراحين والمهتمين بعمليات المخ، لأن هي عملية دقيقة، وأنه يتم إجراء العملية لايف أمام الجراحين والأطباء، وده عرف موجود في المؤتمرات الكبرى أو في التجمعات الطبية الكبرى. ده كان شيء مهم جدا ومحترم جدا، وكلنا حسينا بأنه المؤتمر ده والأطباء دول يستحقوا كل التحية والاحترام والتقدير. القسطرة المخية واحدة من الجراحات الدقيقة جدا. معانا عبر زوم دكتور وسام فتحي، استاذ طب المخ والاعصاب والقسطره المخيه بكليه الطب جامعه المنصوره. اهلا بيك يا دكتور. دكتور وسام فتحي، حضرتك يا فندم، اولا ببارك لكم على اجراء هذه العمليه، ببارك على المشاركه المعتبره في المؤتمر الاول للقسطره المخيه، مجهود ومهاره كلنا سعداء بيها يا دكتور. انتوا كفريق طب في جامعة المنصورة كان ايه احساسكم وانتوا بتعملوا عملية دقيقة امام اكتر من 600 طبيب وجراح كانوا حاضرين المؤتمر؟ يا حضرتك الفكرة بدأت ان احنا كان متعودين دايما ان المؤتمرات بيتعمل فيها محاضرات وحالات مسجلة ديمو. كانت الفكرة والتحدي ان احنا نعرض حالات لايف على الاطباء عشان يشوفوا ازاي بيتعمل. جمعنا من مختلف جامعات مصر طبعا بالمشاركة بعض الجامعات بره مصر، وبدأنا نعرض الحالات. التحدي كان ازاي حضرتك هتشتغلي الحالة دي لايف قدام الدكاترة دول كلهم، فكان طبعا ضغط نفسي رهيب جدا، بس الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نحقق النجاح ده، والحمد لله حضرتك كلها عادت زي الفل. بشكرك. قول لي ايه، احكي لي اكتر عن الحالة، كانت ايه مدى دقتها؟ هو مختصر، ده كان شاب عنده 29 سنة، كان جاي بنزيف تحت العنكبوتية، وبعد عمل فحوصات تبين عنده تمدد شرياني في المخ. طبعا مش هم. كان يعني حل الطبي له ان هو يتعمل له قسطرة عشان نتجنب التدخل الجراحي ونقفل هذا التمدد الشرياني عن طريق الملفات الحوزية. خدنا القرار في مجموعة العمل بتاعتنا في جامعة المنصورة، وقررنا ان احنا نعمل العيان ده وتعمل على الهواء الحمد لله بفضل الله، وعين زي الفل وخرج بالسلامه الحمد لله زي ما كان. اجراء العمليات في الاوساط الطبيه بالشكل ده نوع من تبادل الخبرات وتطوير التكنيكات الطبيه حول العالم. اللي فهمناه من مساله تمدد الشرايين ان هي حاله
لما بتيجي الإنسان يجب التعامل معها بسرعة شديدة جدا، وإلا تكون أثرها مش بس مميتة إنما التلفيات بتكون صعبة العلاج بعد كده. بالظبط حضرتك، زي ما الابحاث العلميه والعالميه كلها بتقول ان عدد الحالات الوفيات من النزيف تحت العنكبوتيه بيوصل، يعني في حالات حوالي 24% من المرضى دول بيموتوا قبل وصول المستشفى، وحوالي 30 ل 35% منهم ممكن يموتوا لو ما حصلش تدخل سريع. فكان التحدي بالنسبه لنا احنا نحاول ننقذ المريض ده، والقصه الضغط النفسي كان على المجموعه كلها طبعا. ازاي هتعملي حضرتك حاله على الهواء مباشره قدام اكتر من 600 دكتور من على مستوى جمهوريه مصر العربيه؟ فكان ضغط نفسي، بس الحمد لله وقدرنا من خلال الحدث ده ان احنا نقدر ننافس بيه المؤتمرات العالميه. يعني يمكن فكره ان يتعمل لايف كيسز على الهواء مباشره ده مش موجود غير في مكانين في العالم، واحد في اللينك كل الناس عارفاه بتعمل في باريس كل سنه، واحد في امريكا. فاحنا قدرنا نعمل لأول مرة في الميدل إيست مؤتمر على الهواء مباشرة بهذا الشكل، الحمد لله تعالى. الحمد لله بالتوفيق يا رب. بس انا عايزه اسال الى اي ايه اسباب التمدد الشريان؟ يعني الانسان ممكن يبقى قاعد في حاله لا بيه ولا عليه ويحصل التمدد الشرياني ده، ولا لازم يبقى فيه حادثه، وقوع، سقوط، ارتطام للشخص؟ هو التمدد الشرياني هو طبعا بيبقى صام، محدش حاسس بيه الا لما ينفجر. لو انفجر وعمل نزيف تبدا اعراض تظهر. اسبابه كتيره طبعا، اهمها طبعا ضعف جدار الشريان، التدخين طبعا، التدخين من العوامل القويه اللي بتزود، عدم متابعه ضغط المريض، لان ضغط الدم من الحاجات المهمه واللي بتزود حدوث التمدد الشرياني، خاصه المرضى اللي بيهم مش عارفين عندهم ضغط او عارفين عندهم ضغط ما بيردوش عليه. هي اسباب كتيره طبعا. انما يعني حضرتك بتقول انه حاجه صامته الانسان ممكن يبقى عنده بس مش عارف انه هو معرض للخطر. في ناس بتتوفى من غير ما تحس، يعني في ناس بتصحى من النوم تتوفى بسبب انفجار تمدد شرياني حصل لهم نزيف. يمكن في شخصيات عالميه، يمكن احد رؤساء غانا توفى بهذا المرض. طيب ايه الاعراض اللي ممكن الانسان يشك فيها انه هو في مرحله خطر ولازم يتوجه مباشره للمستشفى؟ طبعا في اعراض كتير، يعني ممكن المريض يجي له صداع ما يحسش بيه، او لا لو الصداع ده الناس ماشيه كلها مصدعه. لا، ما هي دي النقطه، بتقول الناس ما تهملش في موضوع الصداع ده. يعني ممكن يكون الصداع ده الورنينج، او زي ما بيقولوا العلامه المبدئه لحدوث انفجار التمدد الشريان. في ناس كتير يعني قابلنا حالات كتير بيبقى مريض او مريضه عندها صداع وتقعد في البيت 3 4 ايام وتقول لك ده ارهاق، ده زعل، ده مش عارف. لا، بتفتكر انه مايجرين او انه صداع نصفي. بالظبط بالظبط بالظبط. طب يعني صداع بس ولا صداع مقترن باعراض تانية؟ خلينا ندي للصداع حجمه الحقيقي. في اعراض تانية، يعني مثلا في بعض المرضى جالنا مريض عنده مشكله في عصب الوجه التالت، ازدواج في الرؤيه، ان هو مش عارف يسوي ايه. فساعات ناس يقول لك ده سكر، ده التهاب، ده ارهاق. لما بنيجي نعمل فحوصات ونصوره نلاقي عنده تمدد شرياني ضغط على العصب التالي، وده تمدد غير منفجر. بعض المرضى ممكن يشكوا من اعراض صرع، ونكتشف ان عنده تمدد شرياني على قشره المخ اللي عامله الصرع. فمش لازم يكون التمدد الشرياني منفجر علشان يظهر. في اعراض تانية غير الانفجار هي بتبقى بعلامات التمدد الشرياني. لحسن الحظ وعرفنا من الفريق الطبي وتحديدا دكتور وسام فتحي انه دلوقتي بقى في تقنيات عالميه للكشف المبكر عن التمدد الشرياني، وده اكيد مفيد جدا. انما كمان مفيد قوي انه يكون عندنا مجموعات طبيه ماهره في مصر، تحديدا المجموعه اللي قامت بالعمليه في جامعه المنصوره بقياده الدكتور وسام فتحي امام اكثر من 600 طبيب وجراح لغلق أو لأم أو إنهاء تمدد شرياني دقيق لشاب عنده 28 سنة. أخبار صحة الشاب اللي أجريت له العملية إيه يا دكتور دلوقتي؟ المريض الحمد لله زي الفل وتعافى وخرج بالسلامة الحمد لله تعالى. الحمد لله. خرج من المستشفى ولا لسه؟ لا خرج خلاص الحمد لله. إيه ده فعلاً؟ فعلا دي مميزات القسطرة المخية، إن هي المريض ممكن يخرج بعدها 24 48 ساعة، لأن مفيش فيها تدخل جراحي، مفيش فيها فتح. مجرد بنخش عن طريق شنط فاخد ونقفل الملف التمدد الشرياني عن طريق المفاتيح الحلزونيه، والمريض بيتعافى تاني يوم بيفوق زي الفل وبيروح بالسلامه. الحمد لله الشاب عدى بسلامه والحمد لله بزيك. الحمد لله. كل التحيه والاحترام للفريق الطبي وللمؤتمر العلمي الاول للقسطره الدماغيه بجامعه عين شمس ودكتور وسام فتحي.
استاذ طب المخ والاعصاب في جامعه المنصوره. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا.